السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هندردش مع بعض شوية كده. ينفع نشيل طبقة الورنيش اللي على العربية دي ونحط طبقة ورنيش مكانها؟ يعني طبقة ورنيش مكلحة، العربية مكلحة، ينفع نشيل طبقة الورنيش ونحط طبقة ورنيش مكانها؟ أو أنا عربيتي عاوزة تكلح، يعني تعالوا نقسم الموضوع كده لشقنا رجالة. التكليح بالفعل حصل، طيب انا عربيتي عايزه اتكلح، اعمل برضك معاها ايه؟ طيب اننا نشيل طبقه الورنيش ونحط طبقه مكانها، احنا ان شاء الله هندردش وانت هتفهم الاجابه، ويا ريت تسيب لنا الاجابه السليمه في التعليقات سواء هي هتنفع او مش هتنفع. بصوا يا رجاله، التكليح دوت عباره عن ايه؟ احنا عارفين الصاج، فوق الصاج في طبقه برايمر حماية للمعدن الأساسي، وفوق طبقة البرايمر ديا في بيس كوت، ممكن يكون في طبقة برايمر تانية غير البرايمر الأولاني ده، البرايمر الأولاني ده بيكون حاجة اسمها إيدي، حاجة قوية جدا للصاج. لكن إحنا عندنا العربية اللي معانا دي المكلحة ديا لونها لون سماوي ميتاليك أو أحمر ميتاليك، اللي هو دوت طبقة بيس كوت اللي هو اللون المط، لونها أحمر مثلا، آدي أحمر أهوت، آدي الأحمر، وفوق منها طبقة الورنيش اللي هي الكلير كوت، ادي الكلير كوت اللي هو الجيلاتين الملمع الشفاف، حصل فيه تكليح، ادي التكليح عمل نقرة كده وصل للدهان، وهنا نفس الكلام بقى، هنا في نقر كده هون، الورنيش اتشال ووصلت للون من غير ما اللون ما يتجرح، يعني اللون الاحمر لسه موجود ما اتجرحش. طيب صاحب العربية دي او اللي معاه العربية دي كفني او ايا كان، يعني عاوز يشيل طبقة الورنيش جيا ويحط مكانها، هنا هيقابلنا حاجتين او مشكلتين، اللي هي ايه؟ احنا عندنا الجزء اللي كاشف دون ما كشفش في ساعة او يوم او يومين، حتى دون كشف على مدار يعني هنقول اسبوع، يعني مفيش واحد قام الصبح لقى عربيته مكلحه، لا ادون تكليح ادام هو وصل للبيز اللي هو اللون، هو ما احنا بنقول هون لغايه اللون، يعني ما وصلش للبرايمر تحت، اللون لسه موجود، اللون دوت نتيجه الغسيل والشمس والحراره والصابون والبطاس وكل دون اكيد بيتغير، اكيد بيتغير، يعني حصل فيه تغيير في اللون نفسه. طب امال ايه اللي موجود ده؟ اللون دون اللي موجود الاحمر دوت مش الـ مش مش الـ مش الميتاليك نفسه او الصدف نفسه، ده فيه حبيبات يعني اتاكلت او اتشالت منه وانت شايفه احمر. طيب مفيش حاجه اتاكلت يا عم احمد ولا اي حاجه. طيب في الحاله دي احنا شلنا طبقه الورنيش دي، اول ما تشيل طبقه الورنيش دي في الغالب، في الغالب وده اللي هتلاقيه موجود فعلا، هتلاقي اللون اللي تحت طبقة الورنيش، اللون اللي تحت طبقة الورنيش درجة الحمار اللي هنا، الأحمر اللي هنا مش نفس درجة الأحمر اللي عند الورنيش المكلح، ليه؟ اللي كان فوق منها الورنيش، اللي كان فوق منها الورنيش ممكن يكون حد مستغرب هو ازاي يا عم هيشيل الورنيش من غير ما يجرح الدهان، ممكن يكون فيه طرق أو حاجة أو كيماويات بتشيل طبقة الورنيش من غير ما تشيل طبقة الدهان، أو هيشيله أي مكان هيشيله. اول ما تشيل طبقه الورنيش هتلاقي الالوان مش واحده، مش متوحده، هتلاقي مكان الورنيش اللون من الاصلي بتاع العربيه الحمار اللي هو الزاهي فعلا، والحتت المكشفه هتلاقيها لونها مبهت شويه او حاجه. طيب احنا شلنا طبقه الورنيش ولقينا اللون واحد، عايز انزل بقى بورنيش. طيب هنا بقى يقابلنا المشكله الثانيه، يعني احنا بندردش، احنا مش بنقول ان الموضوع ايه يعني بنصعب او بنسهل او كلام من ده، الموضوع كله دردشه، واحنا كمجال دهان سيارات فنيين بندردش مع بعض ونفهم، وبرضك لو انت مش فني وعاوز تعرف المعلومه بشكل سليم. طيب شلنا طبقه الورنيش ولقينا اللون متوحد تماما ومفيش اي اختلاف في اللون، هننزل بقى بطبقه الورنيش. طيب السيستم بيقول لك ان طبقه الورنيش اللي انت هتنزل بيها ديا كدهانات سيارات مش هتمسك، مش هيحصل فيها ادهيشن. ليه؟
ما هو الطبقات دي مرشوش على بعض، وبعدين ده انا هنزل بيها حاجه هتلزق وهتمسك، هتمسك وكل حاجه، مش هتمسك يعني، ما فيش حاجه، اي حاجه على اي حاجه هتمسك. ولكن مش ما فيش شركه اللي باع لك الورنيش جوا هيديك جرانتي على الكلام دوت. يعني لو قشر منك او حاجه او رحت له انا الورنيش من على عربيتي قشر، هيقول لك انا مش مديك ضمان على الكلام دوت، لازم يتصنفر تحت منه. احنا عندنا الدهانات دي بتترش علشان خاطر يحصل فيها ادهيشن او تماسك، بتترش بنظام اسمه ويت اون ويت او طري على طري. يعني ايه ويت اون ويت او طري على طري؟ احنا عندنا بنرش طبقة البرايمر، ادي الصاج وادي فوق الصاج البرايمر. اول ما بنرش البرايمر 5 أو 10 دقايق بنبدأ ننزل باللون الاحمر، ادي اللون الاحمر اللي هو البيس كوت اهوت، لونه احمر اللي هو المط اللي لسه هياخد فوق منه ورنيش. بعد ما بنرش البيس كوت دون ب5 أو 10 دقايق بنرش الكلير كوت اللي هو طبقة الورنيش الملمع بالشكل ده، كده العربية ترشت تماما. طيب لو اتأخرنا عن ال5 أو ال10 دقايق اللي هيحصل، هيحصل فصل. مفيش سيستم او شركة بتقول لك رش البرايمر او اللون واصبر بعديها ب3 4 ساعات او اصبر رشها بتاني يوم، ده ما شفناهوش الا اذا اخترعوا مواد او كيماويات بتعمل الكلام ده. توضيح رجالة، زيادة تأكيد على الكلام، احنا بننقل الكلام من منظور دهان سيستم دهان السيارات. انت ممكن تكون هتجيب مواد تحطها على الورنيش او ايا ما هتعمل تخلي الورنيش ما يقشرش، احنا بننقل منظور دهان السيارات. لكن السيستم المتعارف عليه اللي اشتغلنا بيه واللي معروف، كلام ما لهوش يعني جدل او حاجه، وياريت لو اخواننا اللي شغالين في الدعم الفني باي انظمه تانية، ولكن كسيستم مفيش حاجه اسمها يقول لك رش اللون او الورنيش تاني يوم او حاجه. لو ان هم الكابينجيه بقى، الناس اللي بترش في الكباين، وهو بيرش قبل ما يرش الورنيش، هنفرض يعني لا قدر الله مثلا وهو بيرش البيسكوت بعد ما رش اللون النور قطع عليه ومحتاج يرش الورنيش، هيضطر يخليها لتاني يوم. بيجي تاني يوم بيعمل ايه؟ بيمسك البيسكوت دون، لو رش عليه ورنيش على طول هيمسك، ولكن عرضة ان هو يقشر. ليه؟ فقد خاصية الويت ان ويت او الطري على طري، لازم والكيميا لسه حنينة ببعضها تمسك عشان يحصل التماسك او الليديشن في قلب بعضه جامد. هو بقى يعمل ايه تاني يوم لما بيجي؟ بيمسك العربية بيصنفرها بصنفرة 800 او 1000 جديدة مش قديمة، وبعد كده بيطوق كويس طبعا، يحاول ان هو يبعد عن الصنفرة البودرة ديا، ولو صنفر بصنفرة جاف بودرة ينفض ويطوق كويس قوي، وبعد كده بينزل بطبقة بيس كوت تاني لون، وبعد منها ب10 دقايق بيبدأ ان هو ينزل بطبقة الورنيش. فانت لو نزلت العربية بقى معانا كان مكلحة، لو نزلت بطبقة الورنيش بعد ما تشيل طبقة الورنيش بتاعتك دي، انت محتاج اللي انت تصنفر اللون دون علشان خاطر الورنيش يمسك. طب لو صنفرنا ايه اللي هيحصل؟ انت كده محتاج تصنفر طبقة اللون علشان خاطر طبقة الورنيش تمسك عليها. وطبعا انت لو صنفرت طبقة الاحمر بصنفرة ونزلت عليها بالورنيش، هتلاقي مكان الصنفرة معلم، هتلاقيه مقصر تحت الورنيش وباين ومسلك. ممكن حد يقول انا صنفر بصنفرة ناعمة جدا، هتبان لان دوت ورنيش. ممكن حد تاني يقول لنا ما انتوا بتصنفروا اماكن بالصنفرة الالف او ال1200 مش ال2000، هو كان عايز يصنفر البيس كود ده بال2000، برضو هتبان حتى لو بال2000، لان انت هترش طبقة ورنيش. لان اللي حصل اللي انت ادي اللون الميتاليك الاحمر اهو عبارة عن حبيبات ليها سنون، انت مجرد ما بتصنفرها انت كده بتكسر في الحبيات دي، يعني بتغير في اللون، هتلاقي حتة سودت حتة فتحت وهكذا. طيب بالنسبة بقى لسؤال، انتوا بتصنفروا الورنيش بصنفرة 1000 أو 1200 وبترشوا عليها ورنيش وبيبانش؟ لان دوت ورنيش انت بتصنفر في طبقة شفافة،
مهما هتصنفر فيها انت بتاكل منها، عمال تاكل وتوصل لطبقة شفافة ما فيهاش صبغة، انما اللون اللي انت بتصنفره هنا دون ليه صبغة، هيبين لك اثار الصنفرة. اي نعم الصنفرة بتبان في الورنيش او بتطفي الورنيش، لكن ده ورنيش هتحط على ورنيش مش هيكون فيه تأثير او ان الصنفرة تبان. فهنا من النقطة دي الالتصاق مش هيكون جيد، لكن هل مش هيمسك؟ مفيش حاجة مش هتمسك، هتمسك، ولكن زي ما قلنا الفكرة ان اصلا الفكرة نفسها يعني مستنين ردك في التعليقات. انت لو شلت الورنيش اللون هيكون متغير، لو اللون ما تغيرش التماسك مش هيحصل، ولكن في الغالب هتلاقي برضك اللون متغير. طب انا عربيتي عايز اتكلح، انا حاسس ان الورنيش عايز يكلح، اهم حاجة الورنيش ما يكونش فيه اي حاجة وصلت الدهن. دون بقى ترشه وتعمل فيه ايه؟ ترش ورنيش، تصنفر الورنيش من غير ما ترش لون، وترشه ورنيش، يعني تمسك طبقة الورنيش دي تصنفرها بصنفرة 800 على الجاف، 800 بالمكنة والوسيط جاف، او بصنفرة 1200 بالمية او 1500 حسب ما هتشتري نوع الورنيش. تسأل اللي انت هتشتري منه المورد بتاع الورنيش، قول له الورنيش ده انا هرشه على ورنيش اصنفره بصنفرة كام، لكن في الغالب هيقول لك صنفره بصنفرة 800 بالمكنة او ب 1200 بالمية او بالسكوتش برايد، تصنفر الورنيش القديم اللي على عربيتك وتنزل بطبقة ورنيش، بشرط ان طبقة الورنيش ما يكونش فيها تقشير وصل لطبقة البيسكوت او الدهان اللي تحت. ادي الفكرة رجالة بتاعت او ينفع نشيل طبقة ورنيش ونحطها على طبقة ورنيش. دلوقتي انا اللي بسألكم يا رجالة، يا ريت مستني اجاباتكم في التعليقات، يعني احنا ما قلناش هل هي هتنفع او مش هتنفع، سيبنا لكم برضك الموضوع. هي الفكرة كلها ان احتمال كبير جدا اللون هيتغير، ولو اللون ما اتغيرش وشلت طبقة الورنيش وحطيت طبقة ورنيش تانية قلنا ايه اللي هيحصل؟ الاديشن السيستم بيقول لك مش هيكون فيه التصاق وتماسك، لان لازم يتصنفر، ولو اتصنفر زي ما شرحنا. فمستنيين منكم من فضلكم يا رجالة اجابتكم على السؤال دون في التعليقات. يعني انت سمعت الفيديو، يا رب يكون الشرح سهل، لو في اي حاجة في الفيديو، اي اضافة عندك، اي معلومة، سيبها في التعليقات لاخواتك، ومستنيين اجاباتكم على السؤال ده. وانا رجالة كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.